ففي البعثة زي ما نقول بحاجة في ثلاث حاجات، في بعثة طبية بتسافر وفي إعداد ليها قبل ما يسافروا مع الحجاج، وفي عمل أثناء فترة البعثة الطبية أثناء موسم الحج هناك في السعودية العربية السعودية، وفي إجراءات بعد ما إن شاء الله الحجاج يرجعوا بسلامة. أول حاجة في معالي الوزير شكل يعني في لجنة مجموعة من الزملاء سافروا هناك وشافوا رجعوا الإعداد بتاعتنا اللي موجودة هناك والمستلزمات اللي موجودة هناك عشان استكمال المواقف فيها. والحاجة الثانية إحنا بنعد دلوقتي في وسائل توعوية عشان هتوزع على جميع الحجاج وهم قبل ما يسافروا، هتبقى مكتوب فيها عناوين البعثه في المملكه العربيه السعوديه هناك وارقام تليفونات البعثه وايه الاجراءات الوقائيه اللي لازم يعملوها بما فيها زي ما عايزك تقول حاجات الكورونا، حاجات عن الايبولا، حاجات عن الامراض النيه عن طريق الدم، كل الاجراءات الوقائيه. بعد كده هيتعمل تنويهات في الحته بتاعه رفع جزء بتاع رفع الوعي، عملنا تنويه تلفزيوني هيتم اذاعته قبل موسم الحج. النقطة اللي بعد كده هذا التنويه برضو معالي الوزير في تنسيق ومع وزارة الطيران عشان هذا الفيلم والمواد التوعوية تتعرض على الطيارات والناس مسافرة عشان هي الإجراءات الوقائية برضو اللي تتعمل. مكاتب الصحة زودناها بالتطعيمات اللازمة لتطعيم الحجاج اللي بيسافروا اللي هي وهو تطعيم الالتهاب السحائي ضد الالتهاب السحائي ده تطعيم الحجاج اللي بياخدوه. بعد كده ان شاء الله اعمال البعثه هناك في هيبقى في هناك 20 عياده في المملكه العربيه السعوديه هناك في اماكن تواجد الحجاج المصريين ان شاء الله. العيادات دي هتبقى مجهزه بكافه الادويه اللازمه والمستلزمات والفريق الطبي الاطباء وجميع المعاونين له لاداء مهمهم. هيبقى في طبعا ناس من الزملاء الوقائيين موجودين في البعثه الطبيه عشان ترصد اي حالات امراض معديه والابلاغ عنها الفوري.